وسهلا بيكم في حلقه جديده برنامجنا على قد الايد واكلتنا اللي كلها ان شاء الله على قد ايدينا. النهارده معانا حلقه موز. موز استوى عندنا مش عارفين نعمل بيه ايه. موز كتير شويه مش عارفه اعمل بيه ايه. بيتخزن ما بيتخزنش؟ كل دي اسئله هنجاوب عليها في طول الحلقه او الحلقتين كمان النهارده وبكره ان شاء الله. معانا حلقتين موز. انا لو عليا الاسبوع كله برضو بصوا الحاجات بتاعت البيت دي ما لها يعني ليها حلول كتير جدا جدا. بصوا منظر الموز هنرميه استحاله ده باظ ما باظش. فطبعا اسئله كتير جدا 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 بتبقى للموز. اعمل فيه ايه؟ اخزنه ازاي؟ ده انا عندي كميه كبيره، لا ده انا في عندي كميه استوت قوي، طب ده اتهرى قوي. عايزه اوصل بس معلومه، الموز طبعا كل ما بيستوي كل ما بيحلو، كل ما بيبقى فيتاميناته اكتر. فاهمين ازاي؟ يعني انا دلوقتي عندي كميه من الموز اهي، فشكلها ايه؟ بصوا الثمر، ياه ده انا كده هرميها. بصوا الثمر ده بقى اهي عشان تبقوا شايفينها، هي كده بايظه؟ لا كده مستويه، كده مستويه جدا وحلوه قوي وهتبقى مسكره من اكتر موزه بتاكلوها. فالموز ما بيترميش ابدا. احفظه ازاي؟ اول حاجه هقولها لكم، انا هعمل دلوقتي منه كيكه. اولا انا هستعمل عندي موزتين ثلاثه اربعه قعدوا من كام يوم عندي. انا طبعا ما بحطوش في الثلاجه، انا لما اجي احط الموز على الترابيزه او في حاجه بس انا ايه جايبه 2 3 كيلو موز وحطهم عشان الاولاد يسحبوا منهم. بعمل ايه؟ بحطه على الطبق على الترابيزه. الثلاجه بتزود سواه، لو انا حطيته في الثلاجه هيسود اكتر، لا انا عايزاه يفضل فتره طويله فريش كده وشكله حلو. بحطه على الترابيزه. بعمل ايه؟ طب انا هقول لكم في وسط الكلام عشان ابدا اعمل كيكه بس الاول، وهقول لكم واحده واحده كده مع بعض. واللايف بتاعنا شغال، قولوا اسئلتكم كلها اللي عايزينها واحنا شغالين بحيث ان انا اجاوب على اي سؤال سؤال. فاول حاجه انا عندي موزتين ثلاثه كده فاضلين اربعه، اي نوع مستورد مصري اي حاجه، مستويين قوي وعايزه استغلهم. اعمل بيهم ايه؟ اعمل بيهم كيكه. اول حاجه سهله سهله، سهوليه غير طبيعه غير طبيعيه. ليه بقى؟ انا عندي هنا هاخد اجيب الموز الاول اللي عندي، مثلا لو انا هعمل صينيه بكوبايتين دقيق، فباخد حوالي كوبايه من الموز المهروس، يعني حوالي من الموز الكبير ده موزتين اهو الاسود الحلو ده. بصوا ده مش بايظ، ده مستوي اهو. فاخدت موزتين كده، نعم ما هو حوالي كوبايه أربعة موز، ده الموز البلدي بتاعنا، الموز اللي كان عندي دوت متهرى ده كان موز مستورد فكبير شوية. أربعة موز الموز يعني أنتِ أربعة، طبعًا الموز بيختلف حجمه، ما يعادل كوباية، ما يعادل إيه؟ لما أنا أهرسهم كده مع بعض ياخد حوالي كوباية، تمام؟ هحط عليهم شوية لبن. أنا هحط شوية شوية حسب القوام معايا، تمام؟ هحط عليهم نص كوباية زيت، اتنين بيضة أو ثلاثة يعني حسب حجم البيضة، تمام؟ فاتنين بالنسبة للحجم ده، البيض ما شاء الله حلو. طبعا مش عايزة أوصيكوا على قشر الموز بالنسبة للزرع، بطبعا مش كل الكمية ولكن بعض هقول لكم برضو عليها، هخليها هنا عشان ما انساهاش إن أنا أقول لكم إيه بنعمل للزرع. مش هزرع الموز طبعا لان شجره ده كبير جدا ما ينفعش يتحط في البيت يعني، برضو حتى زرعه بالنسبه للارض مش سهل قوي، تمام. هحط كوبايه سكر، بسم الله الرحمن الرحيم. هحط فانيليا. الموز ده بيخلي ريحه الكيكه رهيبه. رشه ملح برضو هنا، واضرب ده كله مع بعضه بقى. نيجي بقى هنا
بعمل انا ايه دلوقتي؟ بدهن صينيه بالزيت او السمنه كويس، اي حاجه. ماشي، وهروح جايبه هنا السكر الثاني. في حاجتين، لو انت عندك موزايه ناشفه تانيه هبدا احطها في ارضيه الصينيه، ما عنديش هو البوستين التلاته اللي انا استعملتهم البيتين قوي او المستويين قوي انا حطيتهم جوه الكيك. عندك موز مثلا لقيتي واحده ناشفه زي كده، بنعمل ايه بقى؟ بروح جايبه سكر، فين السكر بتاعي؟ بسم الله. سكر اهو. ده يعني ايه خطوه كده لو عندك مزايه. دي هنحط حوالي ربع كوبايه من السكر مثلا. ماشي، اكرملها سنه، لان برضو الفرن مش بيكرملها قوي، يعني بديها كرمله بس مش متساويه قوي. فهحط هنا كده ايه بسيط، يعني يدوبك اسيح السكر، اسيح ايه السكر. وهجيب المزايا الناشفه. الخطوه دي ممكن ما تعمليهاش لو انت مش عندك السكر، يعني مزايا ناشفه ما تعمليهاش. خلاص ابدأي بالايه بكيك زي ما انا عملت كده على طول، وحطي الموز في الخلاط، حطي عليه شوية اللبن، حطي عليه 2 بيضة، حطي نص كوباية من الزيت، كوباية من السكر، واضربيهم كلهم مع بعض. عندي هنا بقى كوبايتين الدقيق اهو، بسم الله الرحمن الرحيم، ومعلقة من البيكنج باودر كبيرة، وقلبهم مع بعض. متفقين؟ متفقين ان شاء الله. طيب تسيح بس دي كده. دي خطوه اختياري ان انا بحطها، الموز ده انا هحطه هنا، ده خطوه اختياري مش اجباري. هنا اجباري، اللي انا بعمله ده كله هنا ده اجباري، ان انا احط الموز مع البيض مع السكر مع اللبن مع كل ده، بيخلي الريحه حتى وهي بتستوي ريحه الشقه كلها موز كده. ايه اخلص يا حبيبي اخلص. انا ممكن اقطع في اي حاجه تانية على ما ايه مثلا كده. الرز بقى كده هنا، نقطع واحدة كمان. والله ولو مش مهم تقطع ده كمان، ممكن كفاية واحدة في النص كده بس، في نص الكيكاية. أنا كفاية كده عشان قال إيه يقضيني بقى، هعمل كذا وصفات اللي هعملها لكم دي إن شاء الله. أنا ممكن كفاية كده. خلاص خدنا بقى اللي في الخلاط، ايه اللي في الخلاط وايه اللي في الطبق. اللي في الطبق معايا كوبايتين من الدقيق، معلقه كبيره بيكنج باودر. هنا حطيت ايه؟ حطيت موزتين ما يعادل، يعني موز مستوي قوي، ما يعادل كوبايه من الموز المهروس، عليها شويه من اللبن حوالي نص كوبايه، وبعد كده عليها نص كوبايه من الزيت، 2 بيضه، كوبايه من السكر، وضربت كله مع بعضه، وفانيليا. اضربه تاني اكد عليه بس، بس اي كلاكيع. تمام. صباح الفل على سنان، امسحك بدري يا واد. ما شاء الله عندنا القناه اليمين دول عندهم طفح عرسان. يا عم ربنا يبارك لك يا عم. تمام. ادي كده ايه، حطيت اللي في الخلاط على اللي في الطبق. ابدا اقلب بقى كده. حلو 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 حلو. حاضر.
تمام. بس انا بقى هسيب ده كده، يعني هي هتكمل كرمله في الايه في الفرن. اروح حطاها حنط حنط ما تقلقيش. ولا انت خايفه ليه؟ ليه والنبي؟ اهو خلاص اهي، هنحط دي كده اهي. بسم الله الرحمن الرحيم، وهروح مدخلها الفرن بقى، وهطلع فاصل دلوقتي ونكمل بعد الفاصل. وفاصل ونواصل. على قد الايه. ورجعنا من الفاصل، ودلوقتي بنكمل وصفتنا مع بعض بالموز البايت عندنا. ماشي، طيب معاكم منتظرين اسئلتكم. ودلوقتي الموز البيت عملت منه كيكه في الفرن، تحتيها برده عجينه فيها موز وحلقات من الموز تحتيها، ودخلتها الفرن. مش عايزه اعمل كيكه، ممكن اعمل كب كيك. مش عايزه اعمل كب كيك، ممكن هعمل عجين. عارفين عيش عيش بالموز؟ عيش بالموز في بلاد معينه اصلا الموز ده قلتلكم قبل كده بيطلع في الحر، يعني بيبدا ان هو يطلع ايه، يبقى يعني ينمو في الحر، وبعد كده يبدا ان هو يستوي معانا بقى احلى موز في الشتاء. يعني بيبقى خلاص استوى بقى ان هو زرعته في الحر. في بلاد بقى عندها انتاج موز رهيب كتير جدا 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 جدا. فالبلاد دي هتعمل ايه بالموز ده بقى؟ بتعمل بيه عيش خبز، بتعمله زي الدقيق. بتجيب الموزه وتروح، بس بتجيبه هي خضره طبعا، وتروح مقشراه ومنشراه، نشرة على حاجات كبيرة قوي كده، حسر 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 حسر، ينشف في الشمس الحامية قوي. بعد ما بينشف بيروحوا عاملينه ايه بقى؟ طحنينه دقيق. بيروحوا ايه؟ طحنينه دقيق. احنا الخطوة دي بالنسبة لنا صعبة قوي. انا بستخدم فيها الموز بنفس طريقتهم بالعيش بتاعهم، بس بستخدم فيها الموز المستوي. تمام؟ باخد الموزاية المستوية وهرسها بشوكة بقى او بحاجة. فانا هاخد مثلا ايه؟ كده ده احلى موز ومسكر وتحفه. العيش هيبقى مسكر؟ لا لا، مش قوي، مش هيبقى مسكر قوي. عايز تعمليه مسكر اعمليه مسكر، واهرسه بالشوكه او بالعجان كده. تمام. هاخد له ايه بقى؟ عندي موزتين، عندي ثلاثه. ايه الموجود عندك؟ يعني ايه الموجود عندك؟ عايز تعملي كميه العجين قد ايه؟ هبدا ازود لها بقى ايه؟ مقادير العجين العاديه جدا. هزود لها بيضة او اتنين حسب ما انت عايزة. ممكن تحطي بيضة، ممكن تحطي اتنين، لان يعني مش هتفرق معانا هنا قوي في العجينة دي. عندي معلقة خميرة كبيرة او معلقة خميرة على هستعمل مثلا كوبايتين دقيق، يبقى معلقة خميرة صغيرة. تلات كوبايات دقيق بكتر شوية الخميرة. فعندي كوبايتين من الدقيق، هحط عليهم معلقة خميرة صغيرة، معلقة بيكنج باودر صغيرة. تمام كده. هحط عليهم قولي حوالي ربع كوباية من الزيت على الكمية دي. ربع كوباية من ربع، يا جماعة ربع وربع، على كوبايتين ربع زيت وربع سكر. ماشي يا أم محمد. ألو. ألو، أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك؟ عاملة ايه؟ نجلة. عاملة ايه؟ الحمد لله. انت عاملة ايه؟ اخبارك؟ الله، احنا بنحبك قوي يا شيخ نجلة والله. حبيبتي ربنا يخليكي يا رب. تسلمي. الله يخليك يا شيخ نجلة. الله يخليكي. احنا بنحبك كلنا والله. تسلمي يا رب. صباح الفل عليكي. الله يخليك يا شيخ نجلة. ليكي اي سؤال؟ عايزة طريقة الشاورما، معلش يا شيخ نجلة. الشاورما فراخ ولا لحمة؟ شاورما الفراخ. حاضر، عينيا. شكرا ليكي. بصي انا بقطع بس الموز ده كده، قشر الموز بقى ده المستوي ده. ماشي، شكرا شكرا. اهو اجيب بس ايه، عايزه اي حاجه اي حاجه اي حاجه انا بس الزرع فيها. اروح حاطه ده كده. مثلا انا عندي موز بقى اي كميه، احط عليها ميه واسيبها ايه لتاني يوم. اشوفها لتاني يوم هوريكي شكلها هيبقى ايه. خلاص انا هنا هرست الموز، هرست الايه الموز. هحط عليه ربع كوبايه من الزيت، واحط عليه بيضه، بحط عليه كل اساسيات العجين الاول. تمام. بحط عليه معلقه الخميره
ومعلقه البيكنج باودر، الاساسيات كلها، رشه الملح، الفانيليا عشان البيضه، وبس الموز بقى ما شاء الله يعني قوي. وبعد كده اضيف الدقيق. يبقى انا الاول خدت الموزتين او كميه الموز اللي عندي اللي انا عايزه اعملها عجين او اعجن بيها، ورحت هرساها. هي بقى بتبقى مستويه قوي، مسوده كده وعامله قوي يعني مهريه جامد. وبعد كده رحت حط عليها خميره، بيكنج باودر، زيت، بيضه، وعجنتهم كويس قوي مع بعض. وبعدين والسكر كمان، لسه السكر اهو، حط بس ربع كوبايه سكر، مش كتير قوي او مع يعني السكر حسب ما انت عايزه. هو السكر عايزاه مسكر ومش مسكر، فانا قولي هعمله عشان المهم ان هو موزه، انا هعمله مسكر. ممكن تعمليه مش مسكر يعني، ممكن ما تزودي، حطي السكر معلقه صغيره وخليه عيش عادي، ولا هتحسي بس طعم ريحه الموز موجوده. فعشان كده انا قلت ايه يعني السكر معاها هيبقى لايق قوي. هي كده عايزه مني دقيقتين. بسم الله. صديقتنا اللي عايزه الشاورما، شاورما الفراخ، هتقطعي الفراخ صوابع رفيعه، اي بقى ورك، صدر، اي حاجه. وبعد كده هتحطي عليها معلقتين كبار من الزيت، حطي عليها كل البهارات اللي انت عايزاها، ملح وفلفل قرفه وجنزبيل، ثوم باودر، بصل باودر، شويه بهارات، كل ده عليها، ومعلقتين ثلاثه من الزبادي. يبقى انت عندك مثلا نص كيلو من شرايح الفراخ، حطي عليها حوالي ثلاث معالق من الزيت، حطي عليها ربع نص كوبايه من العاديه بتاعتنا من الزبادي، وحطي عليها ملح، فلفل، قرفه، جنزبيل، ثوم باودر، بصل باودر، وقلبيهم مع بعض. وسيبيها كده قد ايه، نص ساعه في الثلاجه. تعالي طلعيها، تكوني مسخنه طاسه قوي، طشيها في الطاسه وقلبيها كويس قوي لغايه ما تستوي. تكوني مجهزه بصل وفلفل وطماطم مقطعين شرايح. بعد ما بيستوي بتروحي نازله بالايه، بتروحي نازله بالخضار وقلبيه ثلاث تقليبات كده وبس، وطلعيها بقى واعمليها سندوتشات كانك عملتي سلطه بالشاورما بكل حاجه. انا بقى بفضل اضيف دقيق لغايه ما تلم معايا. تبقى عجينه حلوه متماسكه، يعني اللي هي طريه قوي سايبه نفسها ولا هي ناشفه. اهي معانا. لو لقيتي نفسك زودتي دقيق كتير لازم تزودي الخميره والبيكنج باودر. يعني انا لقيت نفسي عماله ازود، ده انا خدت ازيد من كوبايه، لا روحي مزوده بقى سنه خميره تاني وزود سنه بيكنج باودر تاني عادي في وسط العجين كده، وقلبي اهي خلاص كده. حاضر، انا هظبطها بايديا بقى دلوقتي وهوريها لك بعد الفاصل. وفاصل ونوصل. على قد ورجعنا الفاصل، وبفرد العجينه الخمرانه. انا التاني اللي عملتها معاكم وحطيتها مكان العجينه الخمرانه اهي تخمر، وخدت الخمرانه ايه اشتغل بيها. بفردها رفيع، مش قوي قوي يعني، مش رقاقه ولكنها ايه رفنعه. ومعايا بعد كده بقى قرفه، ومعايا شوكولاته مبشوره، ومعايا شويه سكر، ومعايا موزايه مهروسه سبتها مستويه برضو، موزايه مستويه. لا مش كل مره بقى. واحد بيقف في الطبخ بينسى نفسه. هوريكم دلوقتي السمك بتاعها. هي ما تجيش ناحيه الحروف قوي، خليكي في النص. انا دلوقتي هوريكي اجيب لك القطاعه ونبدا ايه الطاعه بقى، سكينه، اي حاجه يعني مش مهمه قوي. انا اجيب بس الموزه المهروسه الاول مستويه قوي. انا كده ايه عجنه بموز، والحشوه هتبقى بموز برضه. وشي هنا في مع المعميع بهرس الموزه او موزتين مستويين.
حط عليها شوية سكر، شوية قرفة، معلقة كبيرة مثلا، وشوكولاتة حوالي ربع كوباية أو أكتر شوية، ضعف القرفة يعني، يعني السكر ضعفها قرفة، ضعف القرفة بتكون شوكولاتة، يعني السكر معلقة كبيرة، ممكن تكون قدها قرفة معلقة كبيرة، الشوكولاتة تكون ضعفهم، مع الموز المهروس. دي كده الحشوة. موز مستوي، قرفة، شوكولاتة، شوية سكر. هنيجي بقى نحشي ازاي، نعمل بقى شكل لطيف كده. عارفين اللي بيفصلوا بالظبط. تاج دي محترم. باخد الحته اللي هي ما اتفردتش قد بعضها افردها تاني. او اللي مش منتظمه شكلها، او اللي عايزه اغير شكل تاني، ماشي. هقدر ارفع بس كمان شويه. العجينه دي عملتها ازاي؟ بالموز المهروس او الموز المستوي عندي وملوش شغل ومش عارفه اعمل ايه، وطبعا مش هرميه. انا هروح عملت بيه كيكه، عملت بيه، بص على الكيكه عشان هي شكلها كده ايه، استوت ان شاء الله، يعني نجرب ونشوف. يا الخله فين 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 يا ولاد؟ عشان اقعد خله، لا مش لاقي حد اقلب منه حاجه. هضطر، اصل ما بحبش السكينه، بس يعني ايه، هضطر. لا والله استوت الحمد لله. طب انا حطيت السكينه كده اهي، طلع ما فيهاش عجين، تبقى ايه، لا دي فيها عجينه. دايما نقي اعلى حته في الكيك نحط فيها السكينه، اعلى حته، فحاسبها شويه. ولكن وشها ده عاجبني اللون بتاعه، مش عايزاه يتغير، هي تاخد لها كمان 3 دقايق. وراح مغطياها عشان هي احمرت كده، بس حط على وشها حاجه كده بس عشان الشوايه او الحراره اللي جايه من فوق ما تنزلش عليها، تمام. هنيجي بقى هنا كده، نبدأ نفرد دي كده. وراح حط الحشوة، مكتريش الحشوة خالص، مجرد ان هي تديني بس ايه، يعني الريحة وتغير طعم العجين، يعني تبقى حاجة بسيطة كده خالص في وسطيها كده كتير. هي معلقه صغيره حلوه قوي، يعني موزايه كبيره كده هت ايه، هتكفي الغرض. قولي مثلا هعمل العجينه دي كده، هيبقى الحجم ده، ايوه اهو تمام. واروح واخده بقى دي كده، الشكل ده تاني. حاولي تعملي نفس الحجم، يعني حاولي طبعا مش مهم، بس هي نفس الحجم تبقى ايه، الطف كتير يعني. فانا هاخد دي كده معلقه صغيره، تمام.
والف بسرعه اصلا بس اخد ايه دي كده اشرط توصليش للاخر كده اعملها بالشكل ده بسرعه بسرعه اعمل كله بنفس الطريقه واسيبه يخمر تاني شويه وبعدين ايه اروح مدخلاه الفرن. عايزه تلمعيه بشويه لبن بودره بيبقى بقى بيلمع ولطيف وريحته حلوه قوي برده. عايزه تخليه كده زي ما هو مفيش مشكله كده كده انا ايه ممكن ارش عليه شويه قرفه هيبقى برده حلو قوي. تمام بس كده هطلع فاصل بقى وهنكمل بعد الفاصل وفاصل ونواصل. على قد ورجعنا من الفاصل وهنعمل مع بعض دلوقتي حاجه تانيه من الموز المستوي عندنا بدل ما نرميه هنعمل بيه حاجه حلوه، نعمل بيه حلوى الموز. ايه حلوى الموز دي؟ حاجه مقليه كده سريع السريع خطيره ولذيذه وسهله جدا. دي عباره عن ايه بقى؟ برضو انا هنا بتحكم في الايه؟ في الموز اللي موجود عندي، يعني هو اللي بيتحكم فيه مش انا بتحكم فيه. فعندي موزايه عندي اتنين اللي انا عايزاه، فانا مثلا عندي موزايه واحده وعايزه برضو فكروني لازم اقول لكم هتحفظوهم ازاي لو انا مش عايزه اعمل حاجه. اهرسها. بصوا دي سريع سريع جدا، هحط بقى موز، هحط زيت للقلي. وانا بعجن بحط على النار على طول. عندي انا بعمل لكم اسهل حاجه، اسهل حاجه ممكن نعملها، موزايه او اتنين ما ايه مستويين، هروح حاطه زيت على النار يسخن وابدا اعجن بيه. اعجن بايه؟ هحط الموز شويه دقيق وبيضه وبيكنج باودر، كمان مش هخمر، ده سريع السريع كده. عوزت لبن هحط، لو انا كان الموز عندي قليل ما عوزتش مش هحط. وهوريكي دلوقتي ازاي. انا كده ايه الكيكه ان شاء الله كده خلاص، بس اسيبها زيت التوكيد شويه، هسيبها شويه التوكيد كده كده مغطياها مفيش منها قلق. بس عايزه اقول لك ان هي كل ما بتزيد في الفرن بتنشف سنه، ماشي؟ بس برضو بتزيد سوا حلو مش وحش، بس كل ما تزيد كل ما تنشف اكتر. يعني انا هنا حطيت الموز اللي مسلوق المهري عندي مع بيضه مع فانيليا مع بيكنج باودر. بيكنج باودر ده حسب الدقيق اللي انا هستخدمه، يعني انا حاطه هنا معلقه صغننه على حوالي كوبايه دقيق واحده، فمن ازاي الكوبايه يعني حسب ده حسب ما انتوا عايزين. تمام وهحط معلقتين زيت ده كده في السريع 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 يعني، واروح حاطه الدقيق حسب ما يعجن معايا بس ولا حاجه ثانيه ولا حاجه. انا حطيت الموزه المسلوقه المستويه، الموزه المستويه معاها معلقه بيضايه، الموزه دي كبيره ممكن لو موزتين مثلا ثلاثه من البلدي بتاعنا الحلو الصغنن ده يبقى بيضايه برده، يعني برده يعادل كوبايه وبعدين او كوبايه الا، ماشي؟ هحط عليهم معلقه بيكنج باودر صغيره، هحط عليهم رشه ملح، هحط عليهم ايه تاني؟ بس هو الزيت والبيض والبيكنج باودر ده الاساس. اظبط بس ايه العجينه بتاعتي بالدقيق لغايه ما تتظبط. اكون مجهزه الزيت للقلي، اكون مجهزه الزيت الايه للقلي. بعد كده بقى يا اما بقطعها سواء بقى انا ايه لقيت شكل عندي كده شكل الموزه ساعات اظبط فيه بال، عارفين الاشكال دي اللي هي قطعات، في منها قطعات بتبقى لينه قوي فممكن انا اشكلها زي ما انا عايزه، دي من الحاجات اللطيفه اللي فيها يعني. فدي ممكن ايه نعمل منها شكل الموزاية كده يعني اهو، ولو شكل الهلال برضو هينفع. الحاجات دي اتصرفي اتصرفي. ماشي بعمل عجينة قبل الفرد، عجينة ايه قبل الفرد. هي فيها البيضة هتنفشها وفيها البيكنج باودر مش خميرة،
خلاص هي كده ايه؟ مظبوطة؟ نشوف كده الأخبار ايه؟ لا عايزة شوية دقيق كمان. الموزة طلعت كبيرة وطلع المواد السائلة اللي فيها كتير. يعني هي مستوية بزيادة، كل ما تكون الموزة أنشف بتاخد الايه السوائل اللي فيها بتكون اقل بتاخد دي اقل. اهو ادي كده خلاص. حته صغننه كده بص قد ايه، وشوف هتطلع طبق قد ايه بقى صغيره كده اهي. بسم الله. هنبدا ايه نعمل كده. بسم الله الرحمن الرحيم. سموا لك عشان تبقى فيها البركه. ونفرد بقى ايه فيها، وبعدين على طول نقطع ونرمي في الزيت. يعني هتعملي حاجه حلوه. طب افرضي انا ما عنديش موز مستوي وعايزه اعمل ده. بصي هو الناشف مش هينفع، الناشف قوي اللي ساعات بتلاقيه اخضر قوي ده ما ينفعش خالص، هتلاقيه محجر في وسط الايه البتاع الا لو ضربتيها في الخلاط بقى، بس مش هتبقى لطيفه. يعني لازم يكون الموز مستوي. فانت بتعملي ايه؟ ولا حاجه، يا اما تحطيها في الفريزر. الموز لو عايزه تعمليه مثلا بكره او بالليل حطي الموزتين في الفريزر هتلاقيهم اتهروا، او حطيهم في الثلاجه. يا بس الثلاجه بتقعد كذا يوم، يعني يومين كده ولا حاجه هتلاقيها ايه استوت قوي. طيب انا عايزه احافظ على الموز بتاعي بره التلاجة، مش عايزاه يستوي بسرعه، ما انا مش جايه موز عشان ابوظه برده. بنعمل ايه؟ ولا حاجه. اولا لو انا عايزه احافظ عليه زي ما هو كده هوريكي دلوقتي تعمليه ازاي. انما انا لو انا عايزه احطه مستوى، انا معايا ده كميه استوت كده مره واحده، او انا لقيته سعره كويس عند الراجل بتاع الموز وعايزه استفيد منه، هو مش بايظ هو مستوي حلو قوي وسعره هو الراجل عايز يبيعه علشان هو معاه هيترمي مش هيعمل بيه حاجه، فبيبيعه بسعره كويس جدا. فممكن تروحي جايباه وبعدين تروحي ايه مقشراه وحطاه في الفريزر في اكياس، يا اما ما تقشريهوش. يعني ممكن نقشره ممكن لا، ممكن تروحي مقشره كده ايه كل خمس ست صوابع وحطيهم في كيس في الفريزر، او سيبيها بقشرتها. سيبيها بقشرتها وحطي خمس ست صوابع كده في كيس وحطي في الفريزر. تيجي تطلعي بقى على الشغل، طبعا هيبقى على الشغل او على العصير هيبقى حلو جدا. تمام، ممكن كده ممكن كده. ناخد بقى هنا اغسل ايديا بس الايه الخبازه دي، كده ايه الخبازه والله. عارفين العجين ده والله اللي بيدمنه، يعني لما يكون تعبان يعجن تلاقيه ارتاح زي بيفضي شحنات كده. فلا العجين بالنسبه اللي بيحب العجين حاجه تانية خالص. اللي يقول لك لا انا مش ناقص بقى ومش عايز وجع قلبه وانا لسه هعجن وهعمل، دي بتبقى ايه مالناش دعوه بيه بقى. اخد بقى اقطعها كده، اقطعها. حاولي ما تسيبيش فوارق كتير، لان انا لما بسيب العجينه وبعدين ارجع افردها واقطعها تاني يعني بتاخد فتره على ما ترجع لايه. طب قلنا بشكل الموزه وحلوه ايه دي حلوه الموز. عملت ايه؟ جبت موزايه او الاثنين المهروسين عندي هرستهم كويس قوي، حطيت عليهم شويه قولي رشه سكر بسيطه خالص، حطيت عليها البيضه شويه زيت ومعلقه بيكنج باودر صغيره، وبعدين ضفت عليها الدقيق لغايه ما ادتني عجينه متماسكه اقدر ان انا افردها. ها
حاضر. بص بقى ما شاء الله حطيت عليها حوالي كوبايه دقيق، كوبايه لا دي خدت يعني حطيت كوبايه دقيق في الاول، خدت معاها بتاع نص كوبايه كمان، يعني مش مهم هتاخد معاك قد ايه، مهم ان انت تضيفي دقيق لغايه ما ايه تديكي عجينه تتفرد، تديكي عجينه ايه تتفرد. وريحتها جميله، وبص ما شاء الله هتديكي كميه قد ايه من الحلوى دي، يعني هفرقها على الجيران كمان. اهو زيت سخن اهو، ابدا انزل. بسم الله الرحمن الرحيم. بص بتنفش وجميله جدا، اطلعها عندك شربات ماشي، ما عندكيش انا قلت بسكر بودره اسرع حاجه، انا حبيت ان انا اعمل لكم اسرع حاجه من الايه من الموزه، علشان ما نبداش نعمل بقى كراكيب كتير ولا حاجه، لا عجلنا بيها عجينه فيها بيض وفيها بيكنج باودر وشويه الزيت اللي هنقليها وسكر بودره هنحط على وشها. عايزه تجيبي لها العسل، عندك عسل مثلا مجهزاه، اوكي ما عندكيش مش مشكله. نجيب بس ايه، حاضر اقلبها. بص وكمان في تحميرها سريع السريع جدا، شايفين الجمال. اطلع بقى فاصل وهوريهم لك بعد الفاصل، وفاصل ونواصل. على قد ويا رجاله من الفاصل. بصوا بقى حمرنا الحلوى اللي عملتها معاكم، لو عايزينها انشف من كده بنحط معاها معلقه كبيره من النشا، يعني هي كده ايه نشوفيه حلوه بس مش مقرمشه قوي يعني. اه بصوا فاضيه من جوه، بصوا زي الزلابيه كده، بس لو عايزينها انشف بنحط معلقه نشا. ده جميل، تبقى ايه مفرغه من جوه كده بالشكل ده. عايزينها بقى انشف من كده مقرمشه قوي، حطوا لها معلقه نشا كبيره. تمام، وادي الكيك. عايزه بس دلوقتي اعمل لكم هلبيه احطها على النار علشان نبقى برده عملنا حاجه سريعه جدا 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 من الموز المستوي. فهاخد الموزايه المستويه بتاعتي او الموزتين او ثلاثه او اربعه او الخمسه زي ما انت عايزه، حطها في الخلاط. هحط معاها شويه، قولي كده كوبايتين من اللبن، ده بقى للاطفال حلو جدا ماشي. هحط معاها معلقتين كبار من النشا، كله في الخلاط، انا عايز اسهلك على الاخر. معلقتين كبار من السكر، عصره ليمونه، واضرب ده كله في الخلاط. مهلبيه، مهلبيه موز، مهلبيه ايه؟ مهلبيه موز، مهلبيه موز دي بالموز المستوي، سهله جدا. بعمل مهلبيه عاديه جدا كده، بعمل مهلبيه باللبن بس حطها بالايه؟ بالموز. هضيف لها كمان حاجه هنا عشان تخلي برده طعمها اقوى، وهو جوز الهند. حطها معلقتين كده جوز الهند واضربها معاها كويس جدا. تمام بس كده، وهروح واخداها على النار. مهلبيه عاديه، انا ضربت كله في الخلاط عشان اسهل عليكي خالص. مسخنه اهو كمان الطاسه، حلوه قوي كمان، عامله حاجه واسعه عشان ايه على طول تلم معايا. وحطيت عليها ليمون، حطيت عليها ايه ليمون علشان ما الموز ما يسمرليش اللبن. يبقى انا هنا حطيت ايه؟ حطيت كوبايتين من اللبن، معلقتين من السكر، معلقتين من النشا، موز مستوي زي ما انت عايزاه قد ايه. انا حطيت حوالي، انا حطيت موزايه كبيره واحده، عندك اتنين تلاته صغيرين ماشي. وحطيت معلقه، قولي عصره معلقه، يعني تعصري لك معلقه صغيره كده مليانه من الليمون عشان تفضل ايه المهلبيه فاتحه. لو انا ما حطيتش الليمون هتبقى غامقه. يا استاذه امينه اهلا وسهلا. الو الو، ازيك يا امينه؟ الو ازيك يا شوفي نجلاء؟ ازيك عامله ايه؟ الحمد لله. الحمد لله، ايه اخبارك؟ الحمد لله. الحمد لله. عايزه اي معاكي اعمل اكل يعني. حاضر يا حبيبتي ان شاء الله، نوريني.
ونقلب لغايه ما يغلي علشان اسوي النشا. ده بقى ما يتسابش على النار لوحده، لان انا عامله ايه؟ ان انا حاطه النشا، فلازم افضل اقلب 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 عشان ما يشيطش مني. اهو خلاص غليت، ده اللي انا قصدي منه بقى. اهو خلصت، انا عامله حاجه واسعه عشان تستوي معايا بسرعه. وراح حطيت ايه؟ ادي مهلبيه الموز، احط عليها زبيب، احط عليها موز متقطع، احط عليها جوز هند، احط عليها مكسرات، اللي انت عايزاه اللي انت عايزاه ومتوفر عندك في البيت حطيه، مش عايزين حاجه بعينها يعني. طبعا جوز الهند من الحاجات المغذيه جدا، والزبيب بقى من اللي بيدي طاقه وحاجات كده رهيبه يعني. فهروح ايه حاطه زبيب مع الموز، واحط جوز هند، وبالهنا والشفاء. اهو مهلبيه الموز سهله وبسيطه. ايه كمان؟ كيكه الموز بتاعتنا والمعجنات خلصت، اطلعها من الفرن. فين الفرن بتاعتي؟ يبقى كده عملنا ايه مع بعض النهارده من الموز المستوي اللي كان هنرميه ومش عارفين نتصرف فيه. احنا ما بنرميش حاجه، احنا بنعمل كل حاجه، كل حاجه لازم، طالما هو ما باظتش والموز كده مش بايظ. الناس كتير قوي تفتكر ان هو بايظ سخن قوي، بس عايزين اطلعها استعملها عادي جدا. زي ما اتفقنا ان القشر اهو اللي انا نقعاه، حاولي تسيبيه ليله. هجيب الزرع بتاعي، بسم الله الرحمن الرحيم، تعالى اللي انا حاطاه بقى في البيت. شفت الزرعه ما شاء الله؟ مش انا وريتكم الفلفله احمرت اهي، بس يعني ده ايه؟ انا ناسيه والله كانت البذره شكلها ايه. ده معناها ان البذره اللي انا زرعه فيها ده فلفل احمر، ده فلفل احمر، تمام. اخد بقى عشان اغذيها، بديها من الميه اللي فيها الايه، اللي فيها قشر الموز. عايزه اقول لكم ان الفلفل الشجره دي هنا في الاستوديو، يعني في مكان مقفول ما فيهوش شمس، من ساعه ما جبتها من امتى، من اسبوع او اكتر، وهي ما شاء الله بدات دي تستوي، والفلفله اللي فوق بتكبر اهي، والورد هنا ايه شغال، الورد اللي هيطلع لي فلفل صغنن اهو، تمام. ده كده ايه استفدنا من قشر الموز. برضو نيجي هنا بقى للكيكه بتاعه الموز. بسم الله الرحمن الرحيم، انا طلعتها سبتها تهدى بس بسيط. انا عايزه اقول لكم برضو احنا قلنا الموز المستوي هنشوفه في الفريزر. بسم الله، مادام ثابت كده تبقى ان شاء الله خير، ان شاء الله خير، كله خير. خد بس الموزات دي واحطها هنا، تعالى ارجع كل واحد يرجع لمكانه تاني. اشمعنى انت يعني اللي قعدت؟ تمام. ايه كمان بقى؟ تعالي تعالي، عملنا عجينه العجينه اللي بالموز، اخدت موز وحطيت عليه برضو ايه، حطيت عليه خميره، وحطيت عليه شويه زيت، وحطيت عليه بيض، وحطيت عليه شويه ممكن لبن وممكن لا، المهم بعد كده رحت عجنه بالدقيق. يبقى انا حطيت جوه العجينه، حطيت الايه، حطيت، عايزه اقطع لكم بس كده لو سمحتي، حطيت جوه العجينه عجنت بالموز، زي ما كنا بنعجن بالقرع كده عجننا بالموز، تمام. انا هظبط شكلها دلوقتي، كنت عايزه شويه ايه سمنه، على فكره حطوا سمنه اكتر من الزيت في الحاجات اللي فيها فاكهه بالزيت. يبقى انا كده استفدت ان شاء الله. برضو عندنا بكره حلقه موز برضو ان شاء الله يعني. نخلص بس من الكيكه دي، ناخد قطعه كده، بسم الله الرحمن الرحيم. كده اهي بصوا جامده جدا، طريه حلوه قوي قوي قوي، بس الدخان بيطلع منها.
اهي بسم الله. دي الكيكه اللي بالموز وعملنا المعجنات. انا عايزه عشان ما انساش اقول لكم هتحطوا الموز عندكم قد ايه على الترابيزه بتاعه السفره او في المطبخ. لازم قلت لكم قبل كده برضو بس يعني عشان ما دام فيها حرقه الموز لازم تبقوا عارفين برضو نحفظه ازاي في الفريزر، نحفظه ازاي في المطبخ. ان انا باخد مثلا عندي شويه موز كده ما استووش، بروح ماسكه الايه الراس بتاعتهم دي كده واروح مغلفاها بورق الومنيوم بالشكل ده. دي بقى بتقعد معاكي بدل ما تقعد مثلا يومين، لا بتقعد اربعه خمسه ماشي، يعني بتضاعف كميه مده الصلاحيه للموز بالشكل ده. دي كده بتخليها على الترابيزه تقعد معاكي، يقول بيحتفظ بيطلع غاز هو معين كده الموز بيحتفظ بيه جواه فما بيبصش بقى. تمام كده. ايه كمان عملنا؟ المهلبيه وعملنا المعجنات. المعجنات بصي عجنة بالموز. بصوا اي خضار اي فاكهه بتخش جوه العجينه بتخليها تحفه، بتخلي العجينه حلوه جدا. يعني انا دلوقتي القرع ده بقى خلاص صديقي في كل العجائن، ما بيجيش العجينه بعملها للبيت يعني طبعا مش هنا من غفاش قرع. قرع مفيد ومحدش بيحس بيه خالص ومهم وبيظبط لي العجينه اكتر. عايزه اكتر من كده ايه؟ تعالي رايحه فين؟ اهي خلاص كده تعالي بقى اطلع اجيبها ان شاء الله ان شاء الله. بس كده خلصت حلقتنا النهارده. عرفنا نعمل ايه بالموز البايت عندنا او الموز اللي استوي ومش عارفين نعمل بيه ايه، هنرميه؟ لا مش هنرميه، احتفاظ ضيوفي في الفريزر. وسواء مع الشراء او مش مع الشراء، انا بالنسبه لي مش يعني والاثنين زي بعض ما فيهاش فرق خالص. كنت كده انا بغرفه ببلاستيك. عملنا منه كيكه، عملنا منه عجينه، عملنا منه حلويات، عملنا منه مهلبيه، اي كمان اسالنا منه الزرع كمان. فاحنا مش بنربي حاجه حتى القش. وكده خلص حلقتنا النهارده. يا رب تكون عجبتكم واستنونا في حلقه تانية للموز بكره ان شاء الله، والى اللقاء. Thank you.